على الشريط الحدودي مع قطاع غزة من جهة رفح المصرية يجري نشاط أمني وإنشائي غير اعتيادي لا يمكن إنكاره، نشاط تقول إسرائيل إنه ضمن عملية لإنشاء جدار فولاذي مصري تحت الأرض لمنع حفر الأنفاق الواصلة إلى غزة، وفي حين امتنعت مصر الرسمية عن التعليق بما في ذلك محافظ شمال سيناء التي سعت الجزيرة للقائه دون جدوى، فإن الممثلين الشعبيين لرفح المصرية أقروا بأن العمل على بناء محور أمني جديد بعرض 100 متر جنوب خط الحدود هو حقيقة، لكن الحديث عن جدار فولاذي يعمق حصار القطاع الجريح هو دعاية غير صحيحة. كان مطلوب عمل محور على بعد مسافة 8 متر من خط الحدود، ده محور أمني، إجراءاته وكيفية إجراءاته دي حاجة خاصة تخص الأمن. هذا الكلام ليس له مصدر حقيقة، وأنا بأكد لسيادتك، وأنا كنت أول امبارح في رفح وشفت هذا الكلام والتقيت بالناس، ما فيش كلام، ده دعاية إسرائيلية وليس لها أساس من الصحة. هذه الأشجار المثمرة على محور صلاح الدين مع قطاع غزة والتي صورتها الجزيرة لحظة انسحاب إسرائيل قبل 4 أعوام ولم يسمح لنا هذه المرة بالاقتراب منها، هذه الأشجار تم اقتلاعها وستلحق بها منازل قائمة على الخط الحدودي تعوق اكتمال هذا المحور. الشجر ده مهما تضع من مبالغ ليس ثمنا له، ولكن من أجل المصلحة المصرية، من أجل الأمن القومي للبلد، الناس قبلت وارتضت. وإذا كان الهدف هو منع إقامة أنفاق جديدة والتخلص من القائمة بإطالة المسافة عن حد 100 متر الذي تتسم به الأنفاق الحالية، فإن أهالي سيناء المتعاطفين مع أشقائهم في غزة يجزمون بأنه لن ينجح، وأن رفع الحصار عن القطاع عبر تفاهم بين فتح وحماس هو الحل الوحيد. الأنفاق تقام ما دام هناك تجويع لقطاع غزة، الناس كل يوم هتفكر، واعتقد ان اللي بيعمل نفق انسان مدرب تدريب علمي جيد، والا النفق ما يطلعش من جوه لبدر في المنطقة اللي هم يحددوها يطلع منها هيطلع منها. على مسافة لا تزيد عن 100 متر من الحدود مع قطاع غزة أشجار خوخ وأشجار زيتون تم اقتلاعها والبدء في تعويض أصحابها لإقامة محور أمني جديد، محور أمني جديد كما تقول السلطات المصرية والمجلس الشعبي لمدينة رفح، وليس جدارا أمنيا فولاذيا كما تقول إسرائيل. حسين عبد الغني بالقرب من الشريط الحدودي لمدينة رفح شمال سيناء.